نعم، في هذه اللحظات نشهد اقتحام للمستوطنين الإسرائيليين. هم يخرجون في هذه اللحظات من جهة باب السلسلة، حيث طبعا هذا أمامنا هو يهودا غليك، المستوطن يهودا غليك، هذا المستوطن الذي اقتحم المسجد الأقصى وخرج في هذه اللحظات. هو عضو كنيسة سابق، هو يتحدث الآن ويقول أنه هو يقول بأنه سيغير الأسطوانة الموسيقية هذه المرة كما يتحدث في هذه اللحظات. نستمع إلى ما يقوله خلال هو يقرأ في سورة الإخلاص في هذه اللحظات. يا هو ربما يعني يريد أن يوصل رسالة. في هذه اللحظات هو يغادر بعد اقتحامه المسجد الأقصى المبارك، لكن التطور الأخطر هو وصول عضو الكنيسة الإسرائيلي إيتمار بن غفير في هذه اللحظات إلى باب المغارب، حيث سيقتحم المسجد الأقصى المبارك خلال الدقائق القليلة القادمة.